حياكم الله مشاهدينا في أبرز أخبار الاقتصاد. قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي إن أحد أسباب تفشي الفساد في المنافذ الحدودية وكثرة الجبايات المفروضة على البضائع المستوردة للعراق. وأضاف الوائلي أن هيئة المنافذ جهات رقابية فقط ولا تمتلك سلطة الجبايات أو استيفاء الرسوم الجمركية من المستوردين، وأن الهيئة قدمت مقترحا يتضمن إعادة النظر بمقدار الجبايات الكبيرة المفروضة من عند المؤسسات مؤسسات الدولة. قال النائب في برلمان كردستان العراق أحمد دبان إن أغلب شركات الاستثمار في كردستان هي واجهة لأحزاب وشخصيات سياسية. وأضاف النائب دبان أن تلك الشركات هي المسيطرة على حركة الاستثمار والمشروعات، وأحزاب السلطة لها فائدة من المشاريع كافة التي تنفذ، وهناك عمولات لشخصيات متنفذة داخل الحزبين، وأن كثيرا من الشركات الأجنبية رفضت العمل في كردستان بسبب سياسة أحزاب السلطة ومطالبتها بعمولات مالية مقابل تنفيذ المشاريع. أعلن اتحاد مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في البحر الأبيض المتوسط أن العراق جاء أولا بصفته أكبر مستورد للبقوليات التركية في شهر آب الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسين أرسلان قال أن الاتحاد حقق صادرات من الحبوب والبقول والبذور الزيتية بقيمة بلغت أكثر من 116 مليون دولار في غضون شهر آب الماضي، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن العراق جاء على رأس قائمة الدول التي صدر إليها في شهر آب وبقيمة مالية بلغت أكثر من 25 مليون دولار، يليه سوريا واليمن. أعلن سوق الأوراق للأوراق المالية تداول 54 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 15 مليار دينار في الأسبوع الماضي. وأوضح السوق أن مؤشر الأسعار المتداولة ASX 60 أغلق على 604 نقاط و4 نقاط مسجلا ازديادا بنسبة فاقت 89 عشر الدرجة عن الجلسة السابقة. وقال السوق إن عدد الشركات المتداولة أسهمها بلغ 43 شركة مساهمة، في حين تتداول أسهم 40 شركة بسبب عدم تلقي أسعار أوامر الشراء من أوامر البيع، وقد بلغ عدد الشركات المتوقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. ازدادت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الأضرار الناجمة عن إعصار إيدا فضلا عن توقعات بازدياد الطلب. وقد ازداد خام برنت 33 سنتا يصل إلى 73 دولارا و25 سنتا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا ليصل إلى 70 دولارا و4 سنتات للبرميل. وظل نحو 3/4 إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك الأمريكي، أي نحو مليون برميل و400 ألف يوميا متوقفا، ظل متوقفا منذ آخر شهر آب الماضي. نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.18 درجة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، مقابل انكماش بنسبة 7% في المدة نفسها من العام الماضي 2020. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.19 درجة بسبب الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك بلس، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 8.14 درجة نتيجة نمو القطاع الخاص بنسبة 11% و10 درجة، والقطاع الحكومي بنسبة 2% و13 درجة. وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد انكمش بنسبة 4% و10 درجة العام الماضي، مقابل نمو بلغ 0.13 درجة بالمئة في عام 2019 تحت ضغوط فرضتها جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط. في نهاية أخبار الاقتصاد تقبلوا تحيتنا.